انا كنطلب من الضمائر الحيه باش تشوف من حالي وتشوف من حال هاد الاعاقه وهاد التكرفيس اللي انا مكرفس. الله يجازيكم بالخير. ورانا عايش مع بنت اختي عايش معها في الدار. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني انا راه واحد الانسان معاق وعندي ضرر في عينيه، وانا قاعد على الكرك، تشوفوني قاعد على الكروسه، راه ما نقدرش نزيد من هنا لهي، كنمشيها بالكروسه، وانا فقير وما عنديش، وجاني الضرر في عينيه ومشيت للسبيطار، عانيت غير في المشيان ديال السبيطار، عانيت بزاف، عانيت في وسائل النقل، ما عنديش فلوس باش نمشي حتى في الطاكسي، كنمشي في الترام، وكنشد نبقى غادي يكرولي بالكروسه حتى وصلت للسبيطار. ملي وصلت للسبيطار داروا معايا الاجراءات الاولى والاجراءات الثانيه وما داروا معايا والو، قالوا لي سير غادي خذ الرانديفو من السيبر. مشيت للسيبر خديت الرانديفو وصلت 15 في الشهر، وصلت 15 في شهر جوج، ومني صيفطوا لي السيبر الرانديفو صيفطوا لي نهار 9، يعني 6 ايام من بعد عاد باش صيفطوا لي السيبر 9. مني مشيت عندهم داروا معايا الاجراءات اللازمه، في الاخر قالوا لي صيفطوني عند الطبيبه، دوزت لي على عينيه قالت لي سير جي خذ سميتو هذاك اش نقولوا ليه اش كيقولوا ليه، سير خذ الرانديفو باش تاخذ ديال التحليلات. مشي فين صيفطوني؟ من 20 غوت صيفطوني لبنو رشد. مشيت اليوم الخميس لبنو رشد مع الصباح، مع الخمسه الصباح الخمسه ونص سته كنت قدام بنو رشد، مازال ما كاين حتى واحد، وكاينه جوقه ديال عباد الله كتسنى. ملي دخلت بقيت شاد الصف، في الاخر ملي وصلتني النوبه قال لي سير للمستشفى اللي في الحي ديالكم اللي تابع للحي ديالكم. شوف هاد التخسيخه اكثر من دابا تقريبا شي 20 يوم 20 يوم وانا كنمشي ونجي كنمشي ونجي، واليوم راني ما قضيت والو، ها الوراق عندي. ملي مشيت باش نشد الرانديفو ديال سميتو ديال التحليلات قالوا لي سير للسبيطار ديال الحي ديالكم، يعطيكم واحد البلان واحد الورقه باش بانك راه عندك الراميد، وانا راه عندي الراميد راه وريتها لهم، وبورتون خصهم غيعذبوني، وانا راه زقلاتني شحال من طوموبيل، ما كنشوفش بعينيا بزاف، كنشوف عند الضبابة، بنادم ما كنشوفوش، تقريبا الطوموبيلات كيدوزو من حدايا بحال البرد، انا شحال من طوموبيل زقلاتني، انا كنطلب من الضمائر الحية باش تشوف من حالي، وتشوف من حال هاد الإعاقة، وهاد التكرفيس اللي أنا مكرفس، الله يجازيكم بالخير. وانا راه خصني اعانه، انا راه كنريحها في الزنقه، حتى واحد ما كي يهتم بيا، ورانا عايش مع بنت اختي عايش معاها في الدار، ولهذا كنطلب منكم المساعده، والله يجازيكم بخير، والله كيجازي من احسن عمله، وسمحوا لي الله يرحم لكم الوالدين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.